هذا يقول إن في بلدنا إنهم إذا دفنوا الميت يقوم واحد يدعو على قبره والبقية يؤمنون. نقول المشروع إن المسلمين إذا دفنوا الميت يقفون على قبره ويدعون له بالرحمة والمغفرة، ما هو بجماعة، لا، كل واحد يدعو بنفسه، ولا يكونون جماعة بصوت واحد أو واحد يدعو وهم يؤمنون، هذا لم يرد، وإنما تقف على قبر أخيك بعد الدفن وتقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته، والآخر يقول مثلك، وهكذا بدون صوت جماعي أو واحد يدعو والبقية يؤمنون. هذه الصفات لم ترد في هذا الموضوع، الموضوع أنه يدعى له بدون اجتماع وبدون صوت جماعي وبدون اقتداء بواحد يؤمنون على دعائه. نعم.